شاء الله نتجمع في مناسبة أحسن بعدين بإذن الله. بالنسبة للمسيحيين الشرق الأوسط كلهم في انحطاط رهيب في كل دولة عربية، مما يؤسف لي ده بتشجيع من السياسات بتاع الدول العربية. لازم الدول العربية تاخد خطوات قوية علشان التمييز الطائفي ينتهي. كان في دول العالم العربي كان في نسب من 30-40 سنة أكتر بكتير من كده من التعامل بتاع الدولة، مش هنقول بتاع الناس، لأن بين الناس وبعضيها مفيش عنصرية. الدول اللي بتساعد العنصرية على التمييز العنصري، فإحنا بنطالب كل الدول العربية إنها تكف على التمييز العنصري اللي هو موجود دلوقتي. بمعنى العراق طلعوا كان في 1.5 مليون مسيحي عراقي، دلوقتي في 200,000 عراقي. سوريا دلوقتي المسيحيين بينتهوا منها شوية شوية. مصر احنا عارفين كل على مر العصور ايه اللي حصل مع المسيحيين في مصر. الأردن فيه 2% مسيحيين، فلسطين وكل الدول العربية. فأنا بطالب دلوقتي المجتمع الدولي اللي يكف على انه يساعد الارهاب الممثل في الديانات دو الارهاب الديني اللي هو مثل المسلمين. النقطة الثانية بدخل على مصر دلوقتي، جاه الأوان أن الأوان أنها تعيد هيبتها، تعيد هيبتها في الداخل وفي الخارج. هيبتها في الداخل أنها يكون في عدالة بين كل المواطنين، وكل واحد مجرم عمل أي حاجة إجرامية لازم يعاقب وعقاب، يعني كل واحد يفكر أنه يعمل حاجة تانية زي كده يبقى يفكر 100,000 مرة قبليه. والنقطة الثانية ان موضوع المصريين اللي بيتقتلوا في مصر في خارج مصر دي مهانة لمصر، اهانة لمصر، ما عندهاش هيبة مصر. يعني واحد زي رئيس الدولة كان في وقت من الاوقات مبارك رايح اثيوبيا فكان هيقتلوه، فين هيبة مصر؟ وزير الخارجية راح فلسطين ضربوه بالجزمة، فين هيبة مصر؟ المصريين بيروحوا ليبيا بيتقتلوا الذبح، وذبح وحش، ذبح وحشي، فين هيبة مصر؟ وكثير من كل من كده. فأنا بطالب الدولة المصرية إنها تستعيد هيبتها من الداخل ومن الخارج. فشكرا لكم.